ايه هو بصراحة بدنا نقول لك انه نحن اللي اهتمينا فيك بالمستشفى وسميحة بنوب ما اجت لعندك. وأول مرة اجت سميحة فيها على المستشفى كانت أول مرة أنت شفتها فيها. هو صحيح أنه نانا اعتنينا فيك بالمستشفى، بس لو كانت سميحة بدالنا كانت اعتنت فيك أكثر منا وأحسن. صح، هلا أكيد أنت عم تتساءل بينك وبين حالك أنه ليش كذبت عليك؟ طبعاً إذا افترضنا أنه هي كذبت عليك مجازاً. كرمال هيك نحن جايين نفسر لك ونقول لك انه كل العروضات اللي قدمتها لسميحه هي رفضتها بورا ضغط منا نحن، يعني ضغطنا عليها لتجي تقول لك الحقيقه. هو صحيح سميحه بدت صداقتنا على كل شيء، بس هي بنت كثير طيوبه وقلبها ابيض، يعني هي عندها كم فصل صغار بتكذب شوي، بس كذبات بيضة. مين فينا ما بيكذب؟ هاي سموحه. هاي صبايا، جيت بوقتي. مرحبا. صحيح كانت كذبه؟ بيضة ومجازة لو سمحت. بس هي أحلى كذبة صدقت بحياتي. شكراً لك أنا سميحة، أنت أنقذت حياتي مرتين، مرة وقت الغيبوبة ومرة قبل ما أتورط لآخر يوم بعمري. باي. ليش هيك عمل؟ سموحة صدقيني نحن ما قصدنا إنه نزعجك، نحن ولا كنا بدنا نساعدك لأنه ولا يهمكم. على فكرة أنتوا سهلتوا علي الطريق كثير، يمكن يكون انا خسراني هلا فرصه وممكن تكون فرصه عمري، بس انا بالنسبه لي انا السميحه خسارتكم عندي بالدنيا كلها. يعني مانك زعلانه منا؟ لا ماني زعلانه منكم، بعدين انا الغلطانه وانتم رفقاتي اللي بحبكم كثير، لك انتم مثل اهلي. مجازا لو سمحتي. يلا امشوا.